صباح الخير مسيو سرحان. كنت منال هذا مريم. زهري. نعم انت مش هتقوم تنام انت كمان ولا ايه؟ انام؟ ده انا ما صدقتش على واقع بابا وانس كده عشان عايز اتكلم معاك. الحمد لله النور جه. في ايه يا زهري؟ من ساعة ما دخلت قلت لي متغير قوي، ممكن تفهميني في ايه بالظبط؟ ابدا مفيش حاجة. لو سمحت فهميني في ايه بالظبط؟ امبارح نزلت اشتري شوية حاجات للبنسيون وانا ماشية في الشارع كده شفتك انت والست عليا المدرسة واقفين تتكلموا وتتسايروا وتضحكوا. انت بتغير عليا ولا ايه؟ لا ابدا انا هغير ليه يعني؟ اما انك مجنونة صحيح. يا بنت انا قابلتها بالصدفة وسألتها عنك وحضرتك بتاعتك والكلام جاب بعضه. وبعدين يا زهر انا عايزك تبقي واثقه ومتاكده ان مفيش حد في قلبي الا انت بس. صحيح والنبي يا ست سرحان. صحيح والنبي يا ست زهر.